السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور أشرف فهمي معاكم، وزي ما تعودنا بقول لكم الأخبار الجديدة المتعلقة بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة، وده ميعاد التقديم الجديد للطلبة الجدد. إن شاء الله التقديم متاح من يوم 18 سبتمبر، السبت 18 سبتمبر، وهو متاح بالفعل حتى للناس اللي راحت يوم الخميس 16، قدروا إن هم يقدموا بالفعل. التقديم الحالي بيكون لامتحان القبول اللي بيتحدد ميعاده، أول امتحان قبول إن شاء الله يوم 19، يوم 9 أكتوبر. ده أول امتحان قبول. التقديم متاح لمدة شهرين، هيكون في خلالهم أكتر من ميعاد لامتحانات القبول، بس أول امتحان قبول هيكون يوم 9 أكتوبر إن شاء الله. بالنسبة للتقويم بقى كاملا، يعني احنا بقى دلوقتي بالمرة هناخد تقويم كامل للطلبة الجدد والطلبة المسجلين بالفعل. طبعا كلامنا تأكيدا ده خاص بالتعليم المدمج جامعة القاهرة، الفصل الدراسي سبتمبر 2021 اللي بيبدأ دلوقتي، وامتحاناته بتكون في يناير 22. طيب بالنسبة للطلاب الحاليين، تقديم الطلبات إعادة الرصد اللي بتكون بعد نتيجة الامتحانات، طب هي أصلا نتيجة الامتحانات هتكون إمتى؟ مبدئيا ما بين آخر أسبوع في شهر 9 الحالي أو أول شهر 10 إن شاء الله، ده ميعاد إعلان النتيجة الخاصة بالترميات اللي امتحنت بالفعل. طيب إيه تاني؟ إحنا عندنا في بداية حجز استمارة امتحانات القبول، دي الخاصة بالطلبة الجدد. بداية حجز استمارة امتحانات القبول، الطالب الجديد بيروح يقدم الأول أو يحجز استمارة للامتحان، وبيكون البداية يوم 18/9 إن شاء الله، ده الشكل، ده الميعاد الرسمي. وبداية امتحانات القبول، بداية امتحانات القبول يوم السبت 19، لأن في أكتر من امتحان قبول زي ما اتفقنا على مدى الشهرين اللي جايين إن شاء الله. بداية التسجيل للفصل البيني، ده خاص بالتعليم المفتوح، ده هيكون يوم السبت 18/9 برضو، هيبدأ يسجل الامتحان البيني اللي هيكون غالبا هو بيبقى اسمه أكتوبر 2021، وغالبا امتحانه هيكون في 11، وهنشوف دلوقتي. امتحانات البيني محددين ان الحد الاقصى للتسجيل هو 7 مواد، وسعر المادة مقرر 275 للتعليم المفتوح. طيب نهاية التسجيل البيني ده هيكون في يوم الخميس 30/9، يبقى اللي بيقدم امتحان بيني بالنسبة للتعليم المفتوح من 18/9 إلى 30/9 إن شاء الله. طيب في بقى حاجة اسمها الفصل الصيفي، دي بقى خاصة بالتعليم المدمج، التسجيل للفصل الصيفي للتعليم المدمج أو دور تاني بالنسبة للتعليم المفتوح، ده هيكون متاح من يوم 2/10/2 أكتوبر. يبقى اللي موجود في التعليم المدمج وخلص الترم الأول مثلا أو أي ترم أعلى من كده وعايز يسجل مادة أو أكتر، طبعا لازم يكون عدى عليها وقت الترم، يعني لازم تكون مادة تم تأجيلها أو اعتذار عنها أو رسوب لا قدر الله، ففي الحالة دي بيقدر إن هو يقدمها في الامتحان البيني ويسجلها في الامتحان اللي هيكون برضو في شهر نوفمبر إن شاء الله. ده اسمه الفصل الصيفي للي موجودين أو مسجلين، ده هيبدأ التسجيل فيه، يعني التسجيل للفصل البيني، بداية التسجيل للفصل البيني ده هيكون، أو الصيفي بقى احنا قلنا المدمج هيبقى اسمه صيفي، هيبدأ من 2/10 وحتى 12/10، من 2 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر. طيب امتحانات البيني والدور التاني امتى؟ البيني امتحان البيني، يبقى بص أول ما نقول بيني يبقى ده خاص بالتعليم المفتوح، والدور التاني ده هيكون امتحانه يوم 7/11، 7/11 يعني 7 نوفمبر. دايما بيكون في كلمة موعد مبدئي، يعني لأنه بيكون قابل للتغيير، وغالبا التغيير بيكون لبعد مش لقبل. طيب في بقى نهاية امتحانات الدور البيني والدور التاني،
ده والفصل الصيفي كمان كذلك هيكون يوم 11/11. اوكي، يبقى احنا هنقدم الصيفي من 2/10 ل 12/10، الامتحان من 7/11 ل 11/11 حسب المواد اللي تم تسجيلها. طيب، بداية التسجيل للفصل الجديد الدراسي الرسمي للتعليم المدمج والمفتوح هيبدأ من يوم 16/10، من يوم 16 أكتوبر. اللي عايز يقدم بقى ترم تاني، ترم تالت، ترم خامس، ترم سابع وهكذا، ده هيكون مفتوح من يوم 11/11، وبرضه ده موعد مبدئي. كل اللي جنبه موعد مبدئي ده معناه ان هو قابل للتغيير او للتأجيل او التأخير. طيب، بداية التسجيل للترم الرسمي يوم 16/10. بداية الدراسة للترم الجديد هيكون يوم 22/10، 22 أكتوبر. هنا في ناس سألت، طيب احنا ممكن نكون لسه ما قدمناش، او لسه بنقدم، او لسه ما جاش امتحان القبول، او احنا لسه امتحاننا القبول وما نتيجته ما ظهرتش. لا، هو ميعاد البداية ملهوش علاقة، يعني البداية ثابتة. هو الترم هيبدأ أهو، بداية الترم هيبدأ يوم 22/10، حتى اللي لسه بيمتحن القبول، حتى اللي لسه نتيجة القبول بتاعه ما امتحنهاش، أو ما نظهرتش، أو لسه ما امتحنش، أو لسه ما دفعش، أو لسه ما سجلش. بمجرد تسجيلك هو الترم مش هيبدأ لما أنت تسجل، الترم هيبدأ يوم 22/10. أنت تسجل بقى قبل، تسجل بعد، جه حظك امتحان القبول قبل جه بعد، فالدراسة تبدأ يوم 22/10، ونبدأ نعد عدد الأسابيع اللي بتعد للامتحان اللي هيكون مقرر يوم 22/1. يعني كأن الدراسة كأنها 3 شهور بالظبط، من تاريخ البداية لتاريخ الامتحان. 22/10 بداية الترم، 22/1 ده بداية الامتحانات. التسجيل متاح لحد امتى؟ متاح اهو زي ما بقول لكم لحد 16/11، يعني لحد 16 نوفمبر الناس بتسجل عادي وبتقدم وبتدفع، ولكن الترم بدأ بالفعل. الترم هيكون امتحانه يوم 22/1. طبعا خدوا بالكم 22/1 موعد مبدئي قابل برضو للتأخير او للتأجيل. ونهاية الامتحانات مبدئيا برضو يوم الاثنين 7/2 او 7 فبراير، وده موعد مبدئي. ده كده كل ما يخص الفصل الدراسي الجديد بالنسبة للجدد أو للمقدمين أو مسجلين بالفعل من قبل. أكيد في أسئلة كتير طبعا بالنسبة للجدد بالذات، وبالنسبة برضو للناس اللي مسجلة بالترمات فيما بعد. لو في أي أسئلة أو أي استفسارات غير موضحة هنا بالفيديو، فأرجوكم راسلوني وبعتولي فورا، وأنا إن شاء الله أقدر أفيدكم وأجاوبكم. بالنسبة لسعر الامتحان القبول، الناس اللي بتقدم لأول مرة، سعر امتحان القبول كان 150 جنيه لحد الترم اللي فات، دلوقتي أصبح 200 جنيه. أصبح 200 جنيه رسوم امتحان القبول للطلبة الجدد. بالنسبة طيب للسعر المحدد للطلبة اللي هتقدم في البيني للتعليم المفتوح، 275 جنيه للمادة. سعر المادة للتعليم المدمج في الترم الأساسي حتى الآن ما تم إعلانه، المسجلين بالقاهرة هيمتحنوا في القاهرة، 375 جنيه للمادة، واللي هيسجل ويمتحن في محافظة أخرى غير محافظة القاهرة في الأقاليم والمحافظات هيكون سعر المادة 475 جنيه. دي الأسعار المعلنة لحد دلوقتي واللي كانت موجودة لحد الترم اللي فات، وغالبا مش هيكون فيها تغيير، ولكن تم تغيير رسوم امتحان القبول من 150 جنيه إلى 200 جنيه. أرجو أكون أفدتكم، وبالتوفيق يا رب ليكم جميعا إن شاء الله. دكتور أشرف فهمي، راسلوني على اي كونتاكت تعجبكم، واتساب، تليجرام، يوتيوب، اللي انتوا عايزينه، فيسبوك كمان موجود، فان شاء الله اقدر افيدكم دايما، وبالتوفيق ليكم جميعا. شكرا ليكم، والى اللقاء.